ورجعنا لكم مرة أخرى طبعا في هذه الفقرة الثالثة، ومعي طبعا ضيوفي الكرام الكابتن زيزو توفيق الضبع ابن مدينة سوهاج، طبعا اللي هو طبعا مكتشف لاعبين جيدين ولاعبين مميزين موجودين في الدوري الممتاز والدوري القسم الثاني. كابتن فريد، كابتن طبعا زيزو من الناس اللي انت صديقة شخصية، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. الحمد لله. الحمد لله. ومعايا طبعا اللاعب الجميل اللاعب احمد فرج، لاعب مواليد 2003، لاعب نادي المصري الرياضي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اخبارك يا احمد؟ تمام. الفيونك عامله ايه؟ ماشي. طبعا في هذه الفقرة طبعا بحب طبعا اشكر ضيوفي الكرام طبعا في تواجدهم معي في هذه الفقرة. كابتن، اميز اللاعبين اللي تم تسويقها كابتن زيزو؟ في يعتبر احمد فرج، وفي مجموعة يعتبر لسه في الصعيد ان شاء الله الفترة اللي هي داية، تمام، عشان خاطر الاجراءات الاحترازية والكورونا وكذا، فلسه في بداية ان شاء الله. في البداية يعني ان شاء الله. لسه في البداية ان شاء الله الفترة اللي جاية ده، هنحاول نعمل لهم الشغل. هم برضك نطلع منهم اللعيبة اللي هم المميزين بشكل اوضح يعني ان شاء الله باذن واحد احد. تمام. احمد، قول لي كده يعني بدايتك كانت في نادي ايه؟ وطبعا مركزك ايه في الملعب الاول؟ انا مركزي فرود. فرود، يعني فرود جامد هجام طبعا. كابتن زيزو طبعا بيقول لي من اللعيبة الجيدين اللعيبة المميزين. طيب قول لي كده، في جبت اهداف بقى سابقة؟ انت فرود بقى جامد بقى، جبت اهداف؟ هو انا ولا كنت مؤثر في صناعه الاهداف؟ يعني كنت مؤثر في صناعه الاهداف. تمام. وفي هدف انت بقى من مدينه سوهاج ايضا؟ ايوه. من مدينه سوهاج بقى؟ من جهين. اجدع ناس واحسن ناس طبعا. طبعا محافظه سوهاج طبعا من ولاده باللاعبين الجيدين المميزين. كابتن زيزو، طبعا بالنسبه للاعبي التسويق المنصب الجديد كمدير تسويق لشركه اي تي سبورت بمدينه الاسكندريه، ايه رايك في هذه الشركه؟ والله ان شاء الله حاسين انها شركه يعني فيها كل الثقه وفيها يعني بوعودها برضك مع اللعيبه، عاوزين مثلا لعيبه مميزه، لاعب مثلا يكون عشان مثلا يتسوق في مكان كويس برضك لازم يكون جاهز، عنده امكانيات، لعب برضك في انديه برضك قبل كده اكتر يعني مارس برضه ولعب في انديه برضه مميزه، ده لازم برضك كده عشان حتى في مكان برضك اللي هو اللي رايحه لازم يكون مكان مميز بالنسبه له هو يعني. طيب بالنسبه لتطلعاتك يا احمد في الفتره المقبله بقى، تمام، طموحك ايه؟ عايز تبقى موجود فين؟ في انه نادي طموحك تكون فين كده يعني؟ أنا نفسي في الفترة الجاية ألعب مع نادي حرس الحدود. تمام. بتحب نادي حرس الحدود بالاسكندرية؟ بحبه. يعني أنت من عشاق نادي حرس الحدود بالاسكندرية. أيوه. وربنا يوفقك طبعا. نادي حرس الحدود نادي إمكانيات جيدة من طبعا من الأندية المحترمة، نادي حرس الحدود الرياضي. قول لي كده يا كابتن، بالنسبة لاستقطاب اللاعبين أو اللاعبين اللي أنت بتجيبهم أو بتسوقهم لبعض الأندية، طبعا في أسس علمي تمام بتمشي عليه ولا اي حد صديق عايز يروح نادي، ولا انت بتشوفه الاول؟ لا احنا في بدايه بنعمل مثلا تدريب، بنشوفه مثلا اللاعب اذا كان مميز او مش مميز، لو مميز بيستمر مثلا معانا فتره الاول، بنشوفه مثلا لعب ووضعه في الملعب، السيستم بتاعه ايه، سواء فيرويد سواء مساك سواء كذا، وبعد كده بنحكم عليه، بنودي برضك على مجموعه مدربين بيحكموا برضك عليه، سواء اللاعب ده ممكن مثلا نروح نادي سواء ممتاز او ممتاز به. طيب احنا معانا الصوره اهي، طبعا قطاع نادي المصري بدا بملعب الجيش بمدينه الاسكندريه، اللاعب محمود كرم من اللعيبه المميزين اللي تم التعاقد معاها، لعيب مواليد 2002، لعيب هايل جدا، اللاعب المدرب الكف الكابتن عمرو الباز مدرب حراس المرمى، دوت حراس مرمى القطاع، وده طبعا فريق نادي المصري السلوم طبعا عشان ما بيبقاش فيه غلط او لغط في طبعا المسمى ما بين المصري البورسعيدي والمصري السلوم، طبعا في تباعد جيد في الملعب وتم تقسيم الملعب طبعا خوفا على هؤلاء اللاعبين. طبعا معنا الكابتن احمد الامير والكابتن احمد الشناوي والكابتن محروس البنا والكابتن صابر محمود من المدربين الافاضل المدربين الجيدين بمدينه الاسكندريه. طبعا الكابتن زيزو طبعا حبيب الكابتن صابر، شخصيات محترمه كابتن صابر محمود طبعا نائب رئيس القطاع ومن الشخصيات الجميله اللي موجوده في مدينه الاسكندريه. طبعا كابتن، بالنسبه لي طبعا دي صوره اللاعب محمود محمد، لاعب جيد جدا 2005، من اللعيبه الممتازين جدا طبعا، لعيب جيد وان شاء الله يكون له مستقبل
باهر باذن الله في مقر الشركه شركه اي تي اسبورت. طبعا الكابتن اسلام طيب مسؤول القيد طبعا عامل مجهود ضخم، ده مدربين حراس المرمى والتباعد بين الحراس، وتم طبعا التباعد في جميع اجزاء الملعب في مدينه الاسكندريه بملعب الجيش، خوفا طبعا على هؤلاء اللاعبين ابنائنا، وان شاء الله باذن الله تزول هذه الغمة بإذن الله ونرجع للحياة القروية الجميلة الممتعة الشيقة بإذن الله، وانتخابات إن شاء الله نشوف انتخابات في الاتحاد المصري لكرة القدم بدون أي خواطر أو مجاملات، لأن اللي موجود على الساحة ما ينفعش، موجود على الساحة اللي أنا أروح أتعزم اللي أنا في مهمة، ماشي أنت بتعمل دعاية لنفسك ولكن مش على حساب اللوائح والقوانين والضوابط الموجودة داخل الاتحاد. طبعا الكل الأندية سواسية ولا يتم التفضيل ما بين نادي بعينه أو نادي آخر ليه؟ عشان إنجاح هذه المنظومة، لأن منظومة كرة القدم في مصر تحتها 30 خط، عايزين إصلاح جيد، عايزين اللي يجي يتقى ربنا في هذه المنظومة من مدربين ولاعبين وإداريين إن شاء الله تعالى. قول لي أحمد كده بالنسبة لتوقيعك في نادي المصري، حبيت إن أنت تروح نادي المصري السلوم؟ أيوة حبيت إن أنا أروح النادي المصري السلوم تمام، واكتسب الخبرة وألعب مباريات معهم واكتسب خبرة وأفهم مكاني تمام كويس، وأفهم الفرد شغله إيه، وأفهم يعني كل حاجة قبل. انت جسمك كويس، لعيب مهاجم جيد، بس انت الخيول ده لازم اللاعب الكره يبقى لاعب مخربش، لاعب فاهم، لاعب جيد، لكن الخيوله ديت مش عايزها في الملعب ماشي، او الخجلانه دي ماشي يا احمد ولا ايه؟ عشان الفنكه دي مش عايزينها بقى. كابتن زيزو بالنسبه طبعا لاحمد من اللعيبه الجيدين اللعيبه المميزين بقطاع نادي المصري، ايه رايك في المنظومه نادي المصري بمدينه الاسكندريه؟ والله انا شايف منظومه النادي المصري في كل المدربين يعني في ثقه جامده خالص، برضك تدريب على اعلى مستوى، برضك عاملين اجراءات برضك احترازيه برضك في التباعد وكذا، وسواء في تنبيه على كمامات او اللاعب من اول مره داخل يعني وكذا وكمامات وكذا. طيب انت حابب توجه الشكر في ختام هذه الفقره لمين؟ مين اللي سندك؟ مين اللي واقف جنبك؟ مين اللي ظهرك في المكانه ديت؟ مين اللي هو يعني بيتقي ربنا في تعاملاتك مع اللاعبين واللاعبين خدت حقها بحق ربنا؟ اتفضل. الشكر طبعا في الاول والبدايه الكابتن احمد فواز حبيبي كابتن، انت من الشخصيات المحترمه ده اللي شفته فيه يعني ان هو يعني شخصيه برضك حبيبي كابتن، انت من الشخصيات المحترمه طبعا، مدينه سوهاج مدينه ولاده باللاعبين المميزين الجليل، طبعا انا من وليد محافظه سوهاج طبعا. احمد قول لي يا ابو حميد كده عن انت بقى كده يعني بتحب لعب محمد صلاح عالميا ولا مين؟ ايوه بحب محمد صلاح مثل الاعلى عالميا. تمام، مثلنا طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين محمد صلاح طبعا مش ولا ايه؟ عليه الصلاه والسلام. طبعا في ختام هذه الفقره الجميله بحب طبعا اشكر ضيوفي الكرام الكابتن زيزو توفيق الضبع طبعا مدير المدير التسويقي بشركة اي تي سبورت الرياضية، وطبعا بحب اشكر ايضا شكرا كابتن زيزو، بحب اشكر طبعا اللاعب الجيد اللاعب احمد فرج لاعب نادي المصري مواليد 2003، شكرا يا حميد ماشي. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل حاجة بعيدة عن كرة القدم، حاجة مميزة طبعا في حاجات كثيرة، الدكتورة خلود خلف نابغة في الشعر العربي، طبعا هي طبعا خريجة كلية الصيدلة أو بتدرس في السنة الفرقة النهائية في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، ولكن حبها للشعر العربي طبعا متفوقة دراسيا بتقديراتها الممتازة، وفي نفس الوقت برضه اتجهت لحاجة كويسة الشعر العربي الجميل وطبعا أفكار جيدة طبعا، وهنستقبلها إن شاء الله بعد هذا الفصل.